علينا علينا التحية النضالية معكم الأستاذ عثمان الرحموني عضو لجنة الإعلام الوطنية التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقب. إذا يأتي هذا الشكل النضالي استمرارا في معركتنا في الدفاع عن الوظائف العمومية وكذلك في الدفاع عن مدرسة مجانية لأبناء الشعب المغربي. اليوم بمعية يعني خريجي الجامعات من طلبة ومعطلين بجهة الدار البيضاء سطات تدشين التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة الدار البيضاء سطات يعني أولى محطتها في هذا الشهر بإضراب يعني وطني تزامنا مع المباراة المشبوهة التي تفرض شروط إقصائية في حق خريجي الجامعات للولوج إلى مباراة التعليم. نقول بأن التنسيقية ومنذ تأسيسها وهي تطالب بحق الأساتذة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية إسقاط مخطط التعاقد، لكن مع تولي هذه الحكومة المسؤولية فرضت شروط أكثر قسوة وأكثر إقصائية في حق أبناء الشعب المغربي للولوج للتعاقد، وبالتالي لتحوير النقاش من معركة المطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية إلى المطالبة بتحسين شروط الولوج إلى هذا التعاقد المشؤوم. نقول بأن الدولة وعلى مر أزيد من عقدين من الزمن ماضية في خصصة التعليم وبيع هذا القطاع العمومي الحساس الذي يلامس هموم الشعب المغربي بيعه للخواص، وبالتالي تفويت المدرسة العمومية للقطاع الخصوصي وللوبي الخصوصي، وذلك بشعارات رنانة من قبيل تحسين المردودية وجودة القطاع ديال التعليم. نقول أين تكمن هذه الجودة؟ عندما ننتقل إلى حجرات الدرس نجد الاكتظاظ ونجد عدد التلاميذ يفوق 50 تلميذ في القسم، نجد أبسط شروط يعني مزاولة مهنة الأستاذ منعدمة، إذا أي جودة يتحدثون عنها؟ نجد الخصاص في المدارس، نجد كذلك بأن على مستوى جهة الدار البيضاء يتم تفويت المدارس كبقاع جغرافية ويتم بيعها للقطاع الخصوصي، إذا النية واضحة هي تفويت المدرسة للقطاع الخاص. اليوم نندد بهذه السياسة التراجعية في حق أبناء الشعب المغربي في اجتياز مباراة ديال الوظيفة العمومية، نندد كذلك بكل هذه الممارسات يعني الوفية لدوائر المال العالمي في تنزيل حرفي لتوصية صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية لتفويت كل القطاعات العمومية سواء الصحة سواء التعليم للخواص. ونقول بأن نضالنا مستمر ونضالنا بمعية كل الشرفاء والشريفات في هذا الوطن مستمر، ما استمر الزحف، ما استمر فرض التعاقد، ما استمر فرض الخصوصة في هذه القطاعات الاجتماعية. والدعوة لكل أبناء وبنات الشعب المغربي إلى الالتحاق بمعارك يعني المفجرة في الشارع سواء كانت معارك تنسيقية أو معارك كل الإطارات المناضلة والمكافحة للتنديد بكل هذه السياسات التراجعية لضمان حق أبناء الشعب المغربي في مدرسة عمومية مجانية تتحمل الدولة كلفتها، لضمان حق أبناء الشعب المغربي في وظيفة عمومية بشروط الوظيفة العمومية. لا نتحدث اليوم عن الشروط فقط، وإنما نتحدث عن رأس الأفعال اللي هو التعاقد، ويجب استئصاله من رأسه. يجب أن تتحمل الدولة كلفة المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، لا أن تتهرب من مسؤوليتها وتلقي الكرة لأبناء الشعب المغربي للأداء مقابل الخدمة. الدعوة كذلك موجهة لعموم جماهير الطلابية، لعموم جماهير المعطلين، على أن النضال لا يجب أن يتوقف باجتياز المباراة أو فقط عندما يتم المرور من المباراة يتوقف النضال. النضال يجب أن يستمر ما استمر الزحف، يجب على هؤلاء الطلبة وكذلك المعطلين الالتحاق بمعارك التنسيقية الوطنية للتنديد بكل هذه السياسات الضاربة لحق الوظيفة العمومية، لأن هذه الدولة لا يمكن أن نجابها مخططاتها إلا بالنضال الميداني، إلا بخلق موازين قوى حقيقية يكون الشعب طرف فيها لصد كل هذه الهجمات على الخدمات العمومية. وتحية لكم.